بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا معكم أيها الإخوة المؤمنون في سورة الأعراف إلى الآية الكريمة رقم 32، 33، 34 وما بعدها. سورة الأعراف إلى آية 32 وما بعدها، رقم الصحيفة 154. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك يفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وبأعلى الأصوات صلوا على محمد وآله. اللهم أحسنتم، بارك الله فيكم. كان الكلام في ذيل الآية الكريمة خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقد شرحنا تكلمنا عن هذه الآية أنه وقت الصلاة، وخاصة إذا صلاة الجماعة، صلاة الجمعة، صلاة العيد، يستحب أن يكون المصلين رجالا ونساء في أفخر الملابس، أطهر الملابس اللي عندك فيما إذا عندك طبعا، مضافا إلى الملابس الفاخرة إلا إذا عندك، استعمل الطيب، شعرك مشط إذا كان عندك شعر، وكن على وقار وهيبة وسكينة في حركاتك وفي قيامك وفي قعودك. إتماما لهذا، بعض الناس ممكن أصحاب العقول الضيقة يقول شلون علي بن أبي طالب كان يلبس ملابس عتيقة مرقعة، إحنا شلون نلبس ملابس فاخرة؟ الجواب، أنت مو علي بن أبي طالب، أنت رجل من المؤمنين. علي بن أبي طالب بما أنه إمام مسؤول عن أفقر أفراد رعيته، هذا الفرق. ولذلك دخل شخص على، أظن سفيان الثوري، سفيان الثوري دخل على الإمام الصادق عليه السلام، شاب الإمام لابس ملابس بيضاء حلوة نظيفة، قال ها يا جعفر بن محمد، انت جدك مو علي بن ابي طالب، كان ملابس اللي يلبسها يرجعها، وانت هالملابس النظيفه وفاخره. الامام قال له جدي علي بن ابي طالب كان مسؤول امام، امام يعني مسؤول يعني على راس السلطه، وكان في رعيته فقراء فيهم ايتام فيهم ارامل
فيهم من لا كسوة له أبدا. فيجب على الإمام الذي يرعى الأمة، يعني على رأس السلطة، الإمام يقول أنا مو على رأس السلطة، الذي على رأس السلطة لازم يداري رعيته أفقر الرعية، أفقرهم. بعدين قال له تعال يا سفيان، انت هاي الثوب اللي صاير لابسها يعني مال الصوفية مال الفقراء، لكن وخرها شو؟ وخرها. قال شو هاي الملابس الجوانية لابسة، لابس ملابس حرير حلوة، هذه لابسها للرياء قدام الناس، لكن أنا شو هذا اللباس الفاخر، شو باللباس الجوا هذا لابس الفقراء، هذا لابس الجوا لله، هذا للناس. أنت المرائي اللباس المدموع حلوة لابسها للناس حتى يقولوا لك زاهد يا مرائي، لكن ملابس الجوانية حلوة وناعمة ولطيفة. ولذلك الإمام الحسن سلام الله عليه كان إذا حان وقت الصلاة لبس أجود ملابسه. قالوا له يا ابن رسول الله آخر أبوك علي بن أبي طالب ملابسه هكذا وأنت ملابسك هكذا. اسمع الإمام، الإمام يقول إن الله جميل يحب الجمال، وهو وإني أتجمل لربي، يعني لما أقف للصلاة قدام من أقف؟ من قدام الله، أريد الله يشوفني بأحسن هيئة قدامه. وإن الله يقول قل من، هاي الآية قرأها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه من ناحية الأئمة عليهم السلام. أما من ناحية سياق الآية تسلسل الآيات، قلنا سابقا أن المشركين كان عندهم عقيدة سقيمة فاسدة، أن لما كانوا يجبون يطوفون بالكعبة إذا كان عنده ملابس نجس بها نجاسة أو ملابس أذنب فيها، إذا عنده ثوب في هذا الثوب ارتكب ذنبا، هذا يدب الملابس يجي يطوف عاري عاري مصلخ عاري مصلخ، حتى ما عندنا هم في الروايات أنه مثلا يخلي إيده على عورته، لا إيش ربي كما خلقتني، كأنما بالحمام وحده ده يغسل نساء ورجالا. إذن هذه الآيات بخصوص الملابس بالصلاة وفي الاجتماعات وفي الجماعات صلاة العيد وعموما أصلا عموما أمام الناس، على الإنسان أن يلبس أحسن ملابسه إذا عنده، مو بشكل اللي يكسر خاطر الفقراء، حتى الفقير اللي ما عنده خاطر ينكسر. نعم، هنا مسألة يثيرها العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان. المسألة شنو هي؟ قل من حرم زينة الله، زينة الله يعني شنو؟ يعني إلا مجوهرات وذهب؟ يقول لا، الزينة بالنسبة للرجال شيء الذي يستر جسدهم ويستر عوراتهم، سواء العورة الخاصة أو العورة العامة. عورة العامة، الآن علماؤنا يقولون بالنسبة إلى لباس المصلي، يقولون الرجل يجب عليه في الصلاة وجوب، يجب عليه ستر العورتين، العورتين معروفة بعد، لكن المرأة جسدها كله عورة، يجب عليها أن تستر البدن كله ما عدا قرص الوجه، ما عدا الكفين، ما عدا القدمين. هذا الفرق ما بين الرجل والمرأة. نعم، أيضا يضيفون العلماء تبعا للأئمة والأئمة تبعا لرسول الله،
صلى الله عليه وسلم بخصوص لباس المصلي أن يكون طاهراً أولاً، ويكون مباحاً، لا يكون لباس مغصوب، ويكون ليس فيه حرير ولا ذهب. الحرير والذهب يبطل الصلاة أصلاً، لبسه حرام بالصلاة وخارج الصلاة. لكن ما عدا ذلك إذا عندك ملابس زينة فاخرة البسها ألف عافية، ماكو مانع. العلامة الطباطبائي يثير بحث تقريباً صحيفتين ثلاثة من تفسير الميزان، يقول أن الآن ما عدا المسلمين العالم الآخر حتى المسيحيين واليهود والمشركين كانوا بالأول عراة، لبس الثياب تعلموها من الإسلام. يعني مثل بلاد أفريقيا، إلى الآن بعض بلاد الأفريقية، ما أدري أنتم شايفين بعض اللقطات بالتلفزيون، بلاد اللي ما واصلهم الإسلام، بلاد اللي واصلهم الإسلام يلبسون. أما بلاد اللي داخل الأحراش والغابات اللي بعدهم وحوش، هذول عراة يعيشون مثل الحيوانات، عراة ربك ما خلقتني. بعضهم شوية متمدنين، المرأة بس وصلت غيرة تخلي أمام العورة، بقية جسمها لا حجاب لا ستر لا هذا. ولكن جيل الإسلام لا يأمر. بالنسبة إلى لباس المصلي، أكو واجب وأكو مستحب. الواجب على الرجل ستر العورة، ستر العورتين، ولكن المستحب أن يستر المصلي ما بين السرة إلى الركبتين، يعني بخاذة لا تطلع صلاة ما تبطلها. يعني الرجل إذا طلع فقد بالصلاة صلاة ما تبطل، ولكن خلاف الآداب ثواب يقل. يستر على الرجل، وإذا زاد على ذلك لا، يستحب أن يكون له قميص إذا رداء إذا إزار، ويستحب أن يكون له عمامة. هسه مو إلا عمامة كبيرة، ولو لفة لفتين يخلي على رأسه. والعمامة هم يستحب أن يكون بها حنك، تعرفون الحنك شنو؟ يعني فت شيء يستحب في الصلاة. هذه بعض آداب الصلاة. على كل حال، الآن نقرأ قوله تعالى: قل من حرم زينة الله. زينة الله هي الملابس، بغض النظر عن أن هذا الملابس مجوهرات، ذهب فضة ما علينا، الثوب بما هو، حتى الدشداشة اللي هذا أنت الآن أنت لابسيها هاي زينة الله. الدشداشة زينة الله، السروال زينة الله، العباية زينة الله، اللي يلبس صاية زينة الله، اللي يلبس جبة زينة الله، واللي يلبس ستر وبنطلون هم زينة الله، ها كلها زينة الله. قل من حرم زينة الله؟ حرام يعني واحد يلبس ستر وبنطلون؟ له حرام، حرام واحد نعم. عندنا في روايات: لا تتشبهوا بالكفار. يعني فد وقت، يعني قبل 60-70 سنة، اللبس ستر وبنطلون كان تشبه بالكفار. الآن لا، الآن الزمان بعد المسلم يلبس، والمؤمن يلبس، والصائم يلبس، والعادل يلبس. خذ بس بقت الكلام يجر الكلام. لبس الرباط شنو حكمه؟ اختلف العلماء في لبس الرباط. تعرفون الرباط شنو معناته؟ أنا أتذكر المرحوم آية الله العظمى سيد مرزا مهدي الشيرازي المدفون في هاي المقبرة قبل 57 سنة، توفت أنا واقف على قبره، كان يقول هذا الرباط يحتمل أن يكون رمزا للصليب.
النصارى رادوا يعلقون صلبانهم في أعناق المسلمين، قال قولهم الرباط. هذا رأي السيد. باقي العلماء لا، يقولون لا هاي زينة. الآن ننتقل من مسألة اللبس إلى مسألة الأكل والشرب. جملة وراها شنو عندكم؟ والطيبات من الرزق. كلمة الرزق هم أيضا معنى عام. كلمة الرزق يشمل الأكل، يشمل الشرب، يشمل حتى الزواج. زوجة طيبة رزق رزقه الله. إذا زمن الدواب دواب، الآن الله سبحانه وتعالى رزقك مال حلال بشرط أن يكون حلال، تبني لك بيت جديد حلو، ها بيت حلو جديد بغرب كذا كذا، بشرط أن لا يكون من مال الغير، يعني مالك مخمسة، خمسك، زكاتك، حقوق الفقراء، الأرحام، الجيران مسلمهم، بيت حلو مبارك ماكو مانع. زوجتك تلبس لها ملابس زينة، فد يوم صلوا على محمد وآل محمد. جاءت زوجة عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون مو عثمان بن عفان، ذاك سيرته غير. عثمان بن مضعون رجل مؤمن عابد زاهد صدق زاهد. زوجته اجت الى بيت رسول الله عند عائشة، ما ادري على كل حال اما هو شافها او عائشة شافتها. شابت لام مشط شعرها، شعرها كبشة، وضع مخربط، ملابس ما ادري شلونها. فقالت يا رسول الله هاي هالشكل، مع ما هي كانت شابة وجميلة يعني، لكن ما معتنية بنفسها. سألها رسول الله صلى الله عليه وآله يا فلانة ليش هذا وضعك؟ قالت يا رسول الله المن مشط شعري، المن أخلي زينة؟ قال زوجك. قال زوجي أصلا ما يعايني ولا يلمسني، ولا الليل كله من أول الليل للصبح يضرب ركعة، كله يصلي والنهار كله صايم، فأنا المس المن مشط شعري. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال تعال يا عثمان شن هالوضعيتك؟ قال انت يا رسول الله مو الله يقول لك يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا، وانا دا اقتدي بك. قال انا غير واجب، الله يخاطبني الي، انا بالدرجه الاولى يجب علي القيام، لكن مع ذلك عندي زوجات اروح لزوجاتي، وبعدين مو كل يوم أصوم مثلك، يوم أفطر يوم أصوم، يوما أصوم يوما أفطر، وأنام بعض الليل وأنكح النساء. ثم قال النكاح سنتي، اسمع النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اجوا جماعة إلى الإمام الصادق عليه السلام، قالوا يا ابن رسول الله أكو امرأة مؤمنة عابدة زاهدة فضلها كذا، قاموا يمدحون بها قدام الإمام الصادق. قالوا هذه من شدة إيمانها أنها ما تتزوج، ما تتزوج، بقي هالشكل باكر وبالبيت كل من يخطبها ما تريده. فقال لو كان في ترك الزواج فضيلة كان فاطمة الزهراء ما تزوجت، تمام يا لا؟ إذا كان في ترك الزواج فضيلة وبيت رسول الله قالت ما تزوج، لا قول لها خل تتزوج، النكاح سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم تناكحوا تناسلوا
الغرض من النكاح شنو؟ نسل، نسل الإسلام يكثرون، نسل الإيمان والمؤمنين يزدادون. النكاح سنتي فمن تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بسخت. ومثلها القضية هم أيضا مرت لأمير المؤمنين عليه السلام، أيضا واحد من أصحابه نفس الشيء، زوجته إجت إلى أمير المؤمنين: يا أمير المؤمنين، زوجي فلان ابن فلان ما يعايني، أصلا لا يمد يده علي، لا ينام وياي، لا كذا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم، رسول الله عفوا أمير المؤمنين بعث عليه، قال له: يا عدو، عدي نفسه، عدي مصغر العدو، يعني أنت عدو بس عدو صغير، عدو الكبير إبليس. قال له: يا عدي نفسه، شنو هالخلقة هذه؟ قال: هذا أنت يا أمير المؤمنين، أنت في مطعمك وملبسك، طعامك ما تأكل إلا خبز اليابس، لبسك ما تلبس إلا ملابس خشنة، وأنت إمامي. قال له: صحيح أنا إمامك، أنا إن الله فرض، فرض يعني شنو؟ يعني واجب، فرض على أئمة المسلمين أن ينزلوا أنفسهم بأبقر الرعية، بأبقر الناس رعية، من حيث الأكل، من حيث اللبس، من حيث السكن. لا، روح بابا بدل ملابسك، روح لزوجتك، بعض الليل نام، بعض الليل عبادة، وهكذا. هذه خلاصة هاي الآية الكريمة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الرزق قلت لك، يعني اللهم ارزقني أولاد، ذرية صالحة. هواي أخواني يجون يقولون: ادعي لي بأن يرزقني الله ذرية صالحة. هذا مو رزق؟ ذرية صالحة مو رزق؟ زين، ذرية صالحة منين تجي غير من الزواج؟ طبعا. اللهم ارزقني مثلا سيارة، زين ما عندك، زمن الدواب راح الآن بحاجة إلى السيارة، شغله يقتضي يتطلب أن يكون له سيارة، يكون له بيت، والبيت لازم بمطبخ، بحمام، بتواليت، بكذا، بهذه الأشياء. هذه مو حرام، الحرام حتى لو فلس واحد إذا يأكل يسرق من أحد الناس، يمنع حقوق الفقراء، في مالك يكون حق الفقراء تمنعه، أو مثلا جايك إرث من أبوك المرحوم، أنت وخواتك تأكل حق خواتك. إيش قد الآن عندنا؟ عندنا الآن ترى عندنا بالمؤمنين وبالمصلين، لكن خواته يمنعهم، الأيتام يمنعهم، بينما الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أحسن لليتيم مو إلك، مو أحسن إلك أنت يا كبير. إذا تتصرف في مال اليتيم، التاجر تبيع تشتري، شوف مصلحة اليتيم شنو. نعم، أخواتك للذكر مثل حظ الأنثيين، الضعفاء. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ها، هذا السؤال، الجواب: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا، وما عند الله خير للأبرار. الأبرار من هم؟ يعني الفسقة واليهود والما يصلي وهذا يشرب عرق بس ذاك لازم يتونس. الأبرار: والأرض وضعها للأنام، الأنام يعني البشر المؤمن وغير المؤمن، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. أكل بالعافية بس حرام لا تأكل، حرام حتى لو حبة واحدة، حبة من الحنطة أو الشعير أو التمن، هذا البلاء، هاي المصيبة. إذا حلال أكل، أكل البرحة قلنا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، الإسراف حرام بالأكل بالشرب باللبس، إسراف لا تسرف. أكل بالعافية، ألف عافية. حتى الله الأنبياء يخاطبهم يقول يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. طيبات يعني حلال، يعني إذا ما تأكل حلال الله ما يوفقك للعمل الصالح. اللي يأكل حرام ولو لقمة واحدة لا يتوفق في صلاته ولا صومه ولا عبادته ولا زيارته ولا قراءة القرآن. ليش؟ الآية الكريمة يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. عمل الصالح مرتبط بأكل الطيبات، أكل الحلال. منتبهين إخواني؟ إذا تعمل عمل صالح لازم تأكل شنو؟ تأكل حلال. إيه نعم نعم. بعدين يقول خالصة يوم القيامة، انتبهوا إلى خالصة يوم القيامة، يعني الرزق أكو رزق خالص ورزق مشترك. رزق مشترك بالدنيا الطيبات، أكلات الطيبة، أنت المؤمن تأكل واليهودي هم يأكل، أنت المؤمن تلبس والكافر هم يلبس، مشترك. الأكلات الطيبة الملابس الحلوة مشتركة في الدنيا بين المؤمنين وبين الكفار، بين البر والفاجر. لكن يوم القيامة بعد الكفار شو يأكلوا؟ ها؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. نعم، شربهم وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. الأكلات الطيبة بالدنيا مشتركة، بالآخرة مختصة بالمؤمنين، هذا معنى ذلك. انتبهوا، عاين بالقرآن، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة، لكن في القيامة شنو؟ خالصة. خالصة يعني شنو؟ مختصة يعني خالصة. يمتى؟ يوم القيامة. خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم شنو؟ يعلمون. لازم عندك علم، يعني العلم ينفعك بالأكل باللبس، العلم مو بس للصوم والصلاة، اللي عنده علم يستعمل علمه بالأكل واللبس والصلاة والعبادة والتجارة والقيام والقعود. لقوم يعلمون، هاي الآيات الله تعالى أنزلها حتى نتعلمها ونعمل بها في كل حياتنا، في كل حياتنا. زين، بعض المشركين في سورة الأنعام حرموا على أنفسهم نوعاً من الأنعام، قالوا السائبة والبحيرة، الله يقول ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا حام ولا وصيلة ولا حام، أربعة أنواع من الحيوانات قالوا حرام، الله يقول ما حرم بحيرة وسائبة وصيلة وحام. هذني بعض المصطلحات اللي الكفار المشركين خلقوها، لا أبدا. الله سبحانه وتعالى يقول أحل لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم. ما يطلع عليكم شنو؟ وراها بآيتين يقول حرمت عليكم الميتة والدم، ها، ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، والمنخنقة، منخنقة تعرفون معناها،
والمنخنقة والموقوذة، الموقوذة يضربوها يضربوها للموت، مو يذبحوها، بالحديد بالخشب بالحجارة، والمتردية، متردية اللي طايحة من رأس الجبل أو طايحة بالبير، وما أكل السبع إلا ما ذكيتهم، وأن تستقسموا بالأذلاء بالأزلام بالأزلام. هاي المحرمات، الأنعام اللي محرمة، هاي الأمور اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الأنعام. إذن شنو حرم الله؟ هسا الآية أذكرها مع لو أنا نفسي يضيق، هذا أني بشكل سريع الليلة أقرأ والتفصيل إن شاء الله باكر. قل إنما حرم ربي الفواحش. شنو معنى الفواحش؟ تفسير الفواحش شنو؟ تفسير الفواحش العمل الشنيع القبيح. الزنا مو قبيح؟ الزنا واللواط شنو رأيكم؟ مو من الفواحش؟ إذا الرجال أو المرأة يطلعون أصلوخ قدام الناس مكشوفين العورة، مو من الفواحش؟ فكل عمل قبيح من الزنا واللواط والأعمال القبيحة هذه كلها من الفواحش، هذني الله حرمهن. أما لبس الحلو ماكو مانع، أكل حلال أكل طيب ماكو مانع، الفواحش ممنوعة. نعم الله والأرزاق الطيبة حلال. نعم، قل إنما حرم ربي الفواحش. والفواحش قسمين، الفواحش قسم منها ما ظهر منها، القسم الثاني ما بطن. ما بطن الظواهر أنه الآن في بغداد نعوذ بالله بإمكانات أخرى أو أكو أماكن لبيع الخمور، لا يخاف لا يستحي، يروح يشرب يروح يبيع يشتري، رجالهم قاعد كأنما دا يبيع طماطم وخيار، هذا الفواحش اللي ما ظهر منها. وما بطن أكو واحد لا من الله ما يخاف، من الناس يخاف، يشتري العرق يخليه بسيارته يروح بالبيت يتزقنا بهناك، هذا ما بطن قدام الناس ما يزني، يروح نعوذ بالله يتفق ويا الزانية ببيتها لو في مكان ستر يروح هناك يزني سترا، هذا شو يسمونه؟ وما بطن بالباطن يزني. زين إذا واحد بالباطن يشرب وبالباطن يزني الله ما يشوفه؟ حلال هذا؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها علنا وما بطن سرا، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، عالم الغيب والشهادة. زين هذا رقم واحد، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، بعد شنو عندكم؟ ها؟ والإثم. الإثم شنو؟ أكثر المفسرين قالوا الإثم يعني الخمر، قال الشاعر، فالشاعر سكران قال شربت الإثم حتى ظل عقلي، كذاك الإثم تفعل بالعقول. فإذا واحد قال لك هل الله حرم الخمر بالقرآن؟ قل إيه. والإثم، الإثم له معنيان، معنى خاص يعني الخمر، معنى العام كل ذنب من الذنوب إثم، الغيبة إثم والكذب إثم والتهمة إثم والنميمة إثم والتكبر إثم، إذن الإثم له معاني. زين بعد وياي عينوا بالقرآن، وراء الإثم شنو عندكم؟ ها؟ والإثم والبغي بغير الحق. البغي يعني تتعدى على واحد، مرة تتعدى على واحد هو ضربك سطرة تضربه بسطرة، هذا بحق، هذا حق، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل أزيد، لا
يعني سطرة بسطرة، ضربة بضربة، ضربتين ما يجوز. إذا سويتها ضربتين يصير بغير الحق، صار معلوم يا لا. الآن عندنا عند بعض العشائر إخواني تسمعون، بعض العشائر واحد من عشيرة يقتل له واحد يهرب ما يقدرون عليه، يروحون على من؟ على أبوه، على أخوه، على ابن عمه. هذا بحق هذا القاتل ما تقدر عليه، تروح على أبوه، هذا بغير الحق. والبغي بغير الحق هذا معناته إما أنه تزيد بالعقوبة أو لا، ما تروح على الجاني والظالم، تروح على غيره. هل هذا يجوز شرعا عند الله؟ ما يجوز. زين، والبغي بغير الحق. بعد شنو عندكم؟ أريد وياي وأن تقولوا على الله، وأن تشركوا، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك بالله حلال؟ تجعل لله شريك؟ طبعا. ما لم يعني بأي دليل؟ هذا المشرك تقول له دليلك شنو؟ إذن ما دام ما عندك دليل الشرك حرام. هاي أيضا حرم ربي أن تشرك بالله. ولذلك اسمع حبيبي، اقرأ، خلي أقرأ لك آية. الآية تقول من يشرك بالله، من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إذا اتخذ لله شريكا. زين، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. بعد شنو وراها؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. شيء اللي علم ما عندك، يسألك واحد أو أنت بدون سؤال تقول يا ناس فلان شغلة ترى حرام، بدون علم من جيبك تطلع، من جيبك لا تطلع شيء حرام عليك. ولا تقولوا، البارحة قرينا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله إلهنا بحق هذا الحسين، الحسين العظيم، الحسين الشهيد، الحسين المظلوم، اغفر برحمتك ذنوبنا واستر عيوبنا. إلهنا اشف مرضانا، إلهنا اقض حوائجنا، من كان فينا مهموم اللهم فرج همه، ومن كان فينا مغموم اللهم اكشف غمه، من كان فينا صاحب حاجة بحق الحسين اقض حوائجه، من أراد بنا سوءا فأرده يا الله، ومن كادنا فكده يا الله. أنتم زوار الحسين، أنتم زائرات الحسين، دعاءكم دعاءكم يفعل ما لا تفعله الطائر.